خد البضاعة ظبطنا شباب الليلة. ولا يهمك. ليش قتلوه؟ ايش صار؟ هو مات العريس؟ لا يا راجل، بحكي انه في العناية المركزة. ولا من ولا ترمال ولا؟ ولا ما بعرف والله، والله ما شفته والله. تعرفش ولا بتتخاوت علينا؟ ها؟ مسكناه معاك. عجد والله؟ بدي معامي. احنا بنطلعوا بكفالة. العافية يا شباب.